اصبر يا رجل، اصبر يا رجل، اصبر يا رجل. بمجرد انه انتم تلاحظون او تسمعون مداخلة شخص شيخ اسمه محمود، راح تنقضي تمام وكامل المداخلة بكلمة اصبر اصبر اصبر. اولا نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم. حياكم الله بفيديو جديد من قناة خواطر فكرية، آيات قرآنية تثبت أن الصحابة نعم في الجنة، تثبت أن أبا بكر وعمر وعثمان عائشة وحفصة وخالد بن الوليد والصحابة في الجنة. لنستمع إن شاء الله إلى تمام مداخلة هذا الشخص المدعو محمود، والذي دائما ما تكون مداخلاته، إذا كانت مداخلاته 20 دقيقة 19 دقيقة أصبر ودقيقة واحدة يعطي الدليل إن وجد. الآن لنستمع للآيات القرآنية وتم تفنيتها أو كيف تم تفنيتها في برنامج سؤال بري، ولنا تعقيب إن شاء الله. خليكم مع الفيديو بعد الصلاة على محمد وآل محمد. أصبر. حيا. لا تنسنا حق وعد الله يكرمك. إن شاء الله. الآن دور الأخ محمود حتى يرد على السيد ميثم، ودور الشيخ سعد. تفضل الشيخ محمود. السلام عليكم، كيف حالك؟ حالك يا حاج جراء؟ حياك الله. أتمنى أن تكون بخير. حياك الله، إن شاء الله بخير وعافية أنت والأهل. أكرمك الله. أنا لست عندي آية واحدة، بل عندي عشرات الآيات في فضل الصحابة وأبي بكر الصديق خاصة. جيبها كلها نفلسها لك اليوم، جيبها واحدة واحدة. يلا. نعم. قال تعالى في سورة الفتح: جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليم. هل تعلم معنى كلمة التقوى يا حاج جوع؟ أي نعم أعلم. ما هي كلمة التقوى؟ التقوى هي الورع عن محارم الله تبارك وتعالى. عندما تقول اتقي الشيء، يعني أبحث عن أي شيء يخل بالنظام، بالسلامة، بالإيمان. فعندما أقول اتقي، معناه أنه اتقي بالإيمان شرور المعاصي. فالتقوى هي الورع عن محارم الله. لا بس لا لا لحظه لحظه احتراز محمود، شنو علاقه ابو بكر، شنو علاقته بهاي الايه القرانيه؟ لا لا شنو علاقه، بس جاوبنا حتى نعرف استدلالك. شنو علاقه ما هي علاقه ابي بكر بهذه الايه؟ اصبر، لو تعلم القران وتفسيره لتعلم انها نزلت في الصحابه الكرام، لكنكم لا تعلمون. هل ابو بكر منهم؟ ابو بكر منهم محمود؟ أبو بكر منهم هؤلاء الذين في قلوبهم السكينة؟ أبو بكر منهم؟ بلا ريب. أحسنت. إذا كان منهم، لماذا منعه إياه في الغار؟ أبو بكر لو كان مؤمنا لنزلت عليه السكينة. السكينة تنزل على المؤمنين. ما نزلت السكينة على رسول الله في القرآن إلا ونزلت على المؤمنين الذين معه. سيد الغار ما نزلت على أبو بكر، بس على رسول الله. سيد خلي يرد على الروايات اللي ذكرها الشيخ الجعفري الله يبارك. وألزمهم كلمة التقوى المراد بها قول لا إله إلا الله، وكما هو معلوم من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا مخلصا من قلبه دخل الجنة. أما فيما يقول الأستاذ ميثم أن السكينة نزلت على رسول الله ولم تنزل على أبي بكر، فهذا قول مغلوط. لماذا؟ قال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. الله أكبر. جيد. أكمل. إن الله معنا، فأنزل السكينة عليه وأيده بجنود لم تروها. المعية يستلزم منها أن تكون معها السكينة. لا عزيزي، لأنه أسألك في المقام: الله عز وجل مع الكفار أو ليس معهم؟ يعني الله فارق الكفار؟ الله سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما.
جيد جدا. فهذه المعية عزيزي، هذه المعية ليست المعية إذا صح التعبير النصروية. دقيقة دقيقة، أنت لا إله إلا الله. أولا لاحظ القرآن الكريم ماذا يقول؟ إلا تنصروه، ما قال تنصروهما، والنصر هنا لرسول الله صلى الله عليه وآله. إذ أخرجه لأن النبي ثم ماذا قال؟ وأنزل السكينة عليه وأيده بجنود لم تروها. اتركنا من هذا، فلنرجع إلى أصل البحث حتى لا يتشتت البحث. تعال أجبني على روايات البخاري التي تقول بأن الصحابة ذهبوا إلى نار جهنم ولم يسلم منهم إلا كهمل النعم. ثم أجبني على رواية ماذا؟ مسند أحمد. أحبتي، عندما نأتي إلى مسند الإمام أحمد بإشراف شعيب الأرنؤوط، تحقيق شعيب الأرنؤوط الجزء الرابع مؤسسة الرسالة، وتعالوا إلى الصفحة التاسعة، هنا رواية كارثية، رواية كارثية. طبعا الرواية صحيحة الإسناد، الرواية صحيحة الإسناد. لاحظ، فيقول الرسول: فأقول يا رب أصحابي، فيقال لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ أن فارقتهم. ها، الله أكبر، الله أكبر. اسمع اسمع فقط اسمع يا رجل، دعني أكمل دعني أكمل، ثم ماذا ثم ماذا ثم أجب. دقق في العبارة. لم يزالوا من هم؟ الصحابة. الصحابة لم يزالوا. طبعا تقول شيخنا أين كلمة الصحابة؟ هذا، فأقول يا رب أصحابي، انظر، فأقول يا رب أصحابي، فيقال فقال لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. لم يزالوا، دقق، لم يزالوا ماذا؟ مرتدين. هذه لاحظ، مرتدين على أعقابهم، مرتدين على أعقابهم مذ فارقتهم. أه مولانا، مرتدين على أعقابهم مذ فارقتهم. فقط أكمل، فقط أكمل، انظر انظر ماذا يقول. فأقول كما قال العبد الصالح: من؟ عيسى. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، إلى إنك أنت العزيز الحكيم. عجيب، هؤلاء الصحابة الذين ارتدوا على أدبارهم القهقرة مذ فارقهم النبي صلى الله عليه وآله. وصحيح البخاري يقول: لا يسلم منهم إلا كهمل النعم. أجبنا على هؤلاء، هؤلاء الصحابة الذين يقول الرسول هم مني مني، هؤلاء من؟ أجبنا. اصبر، اسكت، اسمك لو سمحت. المقصود بهؤلاء هم المنافقين، وأتيك بالأدلة، وقد ذكرتها أمس في البرنامج عندما قال عبد الله بن أبي بن سلول عليه لعنة الله: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين. هل عبد الله بن سلول كان بعد رسول الله؟ هل ابن سلول كان بعد رسول الله؟ عبد ابن سلول مات في زمان رسول الله. هؤلاء بعد انظر يا رجل، انظر ماذا يقول لك البخاري. لاحظ، ارتدوا بعدك القهقرة، بعدك هؤلاء احدثوا بعدك. ابن سلول مات في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا واحد. هذا واحد. اثنين، الرسول يقول عن المنافقين انهم مني. لاحظ، البخاري يقول: فأقول يا رب انهم مني. الله إنهم أكبر. مني، هل رسول الله منافق؟ دمركم رسول الله منافق؟ شيخ الجعفري دمركم حقيقة، ما في واحد يرد علي. عجيب يا أخي، أين الإنصاف؟ أين الإنصاف؟ أين علماء؟ أجيب على مني، أجيب على مني. يا أهل السنة، يا تفضل يا محمود. تفضل من هذا الوراء، تفضل أخونا محمود، تفضل. أقول لك أن المقصود بهذه اللفظة الصحابة لا يقصد بها الصحابة المؤمنين الذين كانوا ملازمين ومتبعين ومقتفين أثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن عندما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعني أضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله، فقال: لا، لا تقول العرب إن محمدا يقتل أصحابه. الله أكبر.
فعندئذ سماهم أصحابه وهم. جيد جدا. سؤال: ابن سلول كان بعد رسول الله؟ أجبني على هذا السؤال. ابن سلول كان بعد رسول الله؟ المقصود بهؤلاء هم جفاة العرب. عزيزي، هل ابن سلول كان بعد رسول الله؟ هل ابن سلول كان بعد رسول الله؟ تورط مات في زمن رسول الله. أحسنت. إذن هو ليس ابن سلول. دقق. أولا ليس ابن سلول. ثانيا الرسول. فأقول، دقق معي، فأقول هذه العبارة أمامكم، فأقول يا رب إنهم مني. هل أن رسول الله كان منافق؟ هذه يا رب رسول الله كان منافق؟ اصبر يا رجل، هذا الحديث دمركم حقيقة. اصبر يا رجل، زمرة أي فئة قليلة حتى في بعض الروايات الأخرى. اصبر دقيقة، أكمل في بعض الروايات. مش ممكن أبدا، مش أكمل أكمل. في بعض الروايات الأخرى أصيحابي تدل على التقليل، لا يعدون شيئا في الصحابة. أكملت. لم أكمل. أو هم المقصود بهم قوم بني حنيفة، وكان يتزعمهم مسيلمة الكذاب عليه لعنة الله، وقد أرسل أبو بكر الصديق خالد بن الوليد وانتصر عليهم وطفئت شوكتهم. ورسول الله كان من بني حنيفة. أحسنت. يعني رسول كان رسول الله من المنافقين. أحسنت. أخ محمود بوركة، أخ محمود وقعا، أنت مبهر يا رجل، أنت مبهر. رسول الله كان مع المنافقين ومن المنافقين، ويقول عن المنافقين إنهم مني وأنا منهم وأعرفهم ويعرفوني وهم أصحابي. أحسنت. واقعاً أصفق لك. هو يقول الزمرة قليل، الزمرة قليل. في صحيح البخاري يقول يدخل الجنة من أمتي زمرة هي 70,000. يلا 70,000 زمرة. 70,000. سيدنا أحسنت. سيدنا هنا أيضاً العبارة كارثية. دقيقة. اسمع محمود حتى تفهم ماذا يوجد. دقق. ماذا يقول في البخاري؟ لا يردن علي أقوام. الله أكبر. أعرفهم ويعرفوني، فيحال بيني وبينهم، فأقول يا رب إنهم مني، إنهم أصحابي، فيقال إنك لا تدري ماذا أحدثوا من بعدك، فأقول سحقا لمن غير بعدي. يا رجل الرسول يتحدث عن أقوام مو قوم. الأقوام جمع قوم. والله إنك لا تدري يا أخ محمود، لا تدري ماذا فعل بكم الجعفري. أنت لا تدري ماذا من الهراء. ساعة من هذا الهراء إذا كان عندك يعني عدم فهم للحديث وأنت من الرافضة، أنت لابد أن ترجع إلى قول علماء أهل السنة. وإنك لا تدري ما معنى علماء أهل السنة. قل ماذا يقول علماء أهل السنة. نحن نريد أن نسمع لأهل السنة. قالوا أن هؤلاء ليسوا من الصحابة، وقد قال ذلك ابن تيمية في منهاج السنة، وقال ابن تيمية أحسنت. لله درك، لله درك يا محمود. أحسنت وأجدت وأبدعت. الآن سؤال: ابن تيمية كان معاهم؟ ابن تيمية من العلماء الربانيين الذين يستنبطون، وليس أنتم. هو لا لا، ابن تيمية بعد 700 سنة نام وصحى وقال هذا ولا الوحي نزل. حاج بالله عليك، فقط ثواني. حاج بالله عليك. لاحظوا أحبتي المنهج الكارثي الذي عند هؤلاء. هؤلاء عندما يأتون إلى كلمة أصحابي، وهي كلمة ظاهرة في معناها، كلمة نص أصلا مو مظاهرة، كلمة نص في معناها، يقول لا المراد من الصحابة هنا لابد من التأويل، عندما يأتي ابن تيمية إلى وجه الله، إلى يد الله، إلى يقول لا نؤول. لماذا؟ يقول لأنها ظاهرة في معناها، ولا يجوز في المقام
أن نرجع إلى خلاف ما قالته العرب في المعنى. جيد يا ابن تيمية، ما هو المراد من اليد في العرب؟ قال اليد هذه الجارحة، فلله يد ولله عين ولله وجه ولله كذا. لماذا؟ لأنها ظاهرة في معناها. كيف هنا أولتم؟ لماذا هنا أولتم؟ مع أنه نص في العبارة. قال أصحابي، أصحابي أعرفهم ويعرفوني وأنهم مني. كيف؟ يا أخي مش ممكن أبدا. أصحابي هنا بالمعنى اللغوي وليس بالمعنى الاصطلاحي. لا يا عزيزي، تعرف لماذا؟ دقيقة دقيقة دقيقة، أعطيك أنهم بالمعنى الاصطلاحي. دقيقة أعطيك دليل. أنت تقول هذا بالمعنى اللغوي ليس بالمعنى الاصطلاحي. أعطيك دليل في المقام أنه بالمعنى الاصطلاحي. قال يعرفوني وأعرفهم. ها، هل الذين جاءوا بعد رسول الله يعرفون رسول الله؟ لا حول ولا قوة. شيخنا أنا ضدك، شيخنا يعني أنت ما أعرف حقيقة ما أدري شيخنا. أنت الأخ محمود ده يظهر درر أخونا، صح هذا المعنى اللغوي وليس المعنى الاصطلاحي. أنا أسأل سؤال، من نشتري الجهاز اللي يكشف ذولة 70,000؟ هذا لغوي وهذا اصطلاحي، شلون هذا الجهاز من وين أجيبه؟ انه هذا بس لحظه بالمطار من اسافر، اول ما يعني امر من هذا الجهاز راسا يضرب احمر اصطلاحي، اخضر لغوي، احمر هذا الجهاز، شلون اشتريه واعرف هذا لغوي ولا اصطلاحي؟ يا اختي تكلم بعلم، ما هذا الهراء يا استاذ وعد؟ انت تقول اصطلاحي، هذا اذا هراء انت الان تقول هذا الصحابي بالمعنى الاصطلاحي، جيبها من النبي انه صلى الله عليه واله قال معنى اصطلاحي. من اول من دعني اكمل لحظه، من اول من ابتدع المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي؟ من مخترع هذا الابتداء؟ من الذي اخترعه؟ انت تقول لي هراء الان، ما دام انا اللي اتكلم به هراء امام الجميع، انا راح اغلق البث امام الجميع، راح اغلق البث، اعطيني ان النبي اخترع ان هذا معنى لغوي وان هذا معنى اصطلاحي. عدل لو مو عدل شيخنا، انا الان اغلق البث. انت مو سني، انت سني، إذا أنت سني جيب لي إياها من النبي. النبي قال لماذا لا تعطيني الفرصة لأتكلم؟ أعطيك اتفضل من العدل ومن الإنصاف. لا اتفضل مكرم أعطيني. النبي قال لغوي اصطلاحي تفضل لو سمحت. يعني أنا سوي تكبيس إخواني، أنا درست علم أصول الفقه وأعلم الفرق بين اللغوي واللغوي والاصطلاحي، لكنك لا تعلم لتتعلم. أحسنت. عندما درست، لحظة الآن، إذا ما عندك من النبي، عندك من شيوخ اللي درست عندهم، صح؟ سير شجاع. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا؟ أحسن. إنما ورثوا العلم. أحسن. نظر الله امرئ سمع مقال لله يدرك. النبي ورث هذا العلم لمشايخك ومشايخك نقلوه. هؤلاء المشايخ أين وجدوا هذا العلم؟ في أي كتاب أن النبي قالها معنى اصطلاحي حتى هم ورثوا وإحنا خدنا منهم؟ لك شنو ما دي اللي وعد الله مش. يا أخي دعني أزيدك لو سمحت، لا تشتت الموضوع. الآن الشيخ الجعفري قال إتيني بأدلة تدل على فضل الصحابة الكرام. عزيزي مو فضل، فقط أنت تريد أن تهرب من أصل. فقط اسمع سؤالي، اسمع سؤالي. أنا لم أتكلم، أنت اصبر لو سمحت، بارك الله فيك، اصبر. إذا كان عندك عدم فهم للحديث فلا بد أن نجمع الشواهد والقرائن التي تؤيد صحة كلام أهل السنة والجماعة. وأهل السنة والجماعة اقتبسوا هذه القرائن من القرآن الكريم. يعني عندما يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم
ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. المقصود بهم قال جل معظم المفسرين وعلى رأسهم عمدة المفسرين ابن جرير الطبري المقصود بهم الصحابة القراء. وقال تعالى في سورة التوبة لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. هذه أيضا في الصحابة الكرام. أخونا محمود 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 يا شيخنا يا خليني نتكلم معاك ما يصير هذا يا ظلم الآن. الطبري شيخنا الحبيب الطبري من القرن الرابع. أنا سؤالي الطبري نام وصحى بعد 300 سنة وطاكم إياها ولا النبي نقلها صلى الله عليه وسلم؟ من المعلوم كما يعني قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن تفسير الطبري من أصح التفاسير. أحسن جيب لي إياها بالسنة. عفوا أخ محمود فقط اسألني اسمعني ثواني. أقول ما معنى أن رسول الله يقول أعرفهم ويعرفوني؟ يعرفوني يعني الآن أنا الآن لو فرضنا أن رسول الله مر من يمي أعرفه؟ شلون أعرفه؟ هل رأيته سابقا؟ هل عرفني عليه أحد؟ يا رجل فسر لي دقيقة فسر لي أنهم أصحابي واحد أنهم مني اثنين أعرفهم يعرفوني. تفضل. أجيبك أليس ذو خويصرة التميمي وذو السدية يعرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ السلام عليكم. أليس عبد الله بن أبي بن سلول يعرف النبي صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء منافقين يا رجل. 70,000 ولا 5,000. يقول هؤلاء إذا ارتدوا بعدي مو في زماني. هؤلاء مرتدون في زمن رسول الله. هؤلاء منافقين في زمن رسول الله. الرسول يتحدث عن ارتداد بعده. ركز. الرسول يتحدث عن ارتداد بعده. إنهم ارتدوا بعدك القهقرة. مو في زمانك. إذا هو لا يتحدث عن منافقين كانوا في زمن رسول الله. محمود ركز. ركز ثم أجل. محمود يتحدث عن منافقين كانوا في زمانه. هو يتحدث عن أناس كانوا يقال عنهم صحابة وكان يقال عنهم أنهم من النبي. يعرفون النبي. ارتدوا بعده القهقراء. تفضل. حياكم الله من جديد أخواني أخواتي. مثل ما استمعنا أو مثل ما شاهد دائما ما أقول إن الطرف المخالف يأتي بآيات قرآنية ويأتي بآيات نعم قرآنية ويأتي مرة ثالثة بآيات قرآنية وكل هذه الآيات التي يأتي بها يريد فقط فهمه. ما يريد الشيء إنه هو اللي يكون إلى فهم خاص تفسير خاص. هذا الشيء يرجع إلى رواية البيت عليه السلام وما يلتزم لا برواياتك ولا بما تنتمي إليه من نصحة العبارة التراث. لكن الوهابي يأتي مثلا جاء بآية قرآنية. هذه الآية القرآنية يجب أن تكون هكذا لا تخرج لا يسر لا يمنى. هو فهمه شنو فهمه منين يجي؟ يأتي فهمه من الأحاديث أو عفوا من تفاسير الحاج فؤاد اللامي. حقيقة انقضى على هذه نصحة العبارة الإجابات بطريقة مباشرة. هو منو قال لفلان مثلا القرطبي مثل منو قال لفلان هل هو نام صحيح الحاج فؤاد اللامي؟ والله العظيم بين كثير 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 من ضربات الحيدري على هذه الإجابات بخصوص تفاسير القرآن الكريم أو بخصوص أقوال العلماء. مثلا قال ابن تيمية ليش هو ابن تيمية كان عايش وياهم؟ وهذه طريقة صراحة لم نشاهدها في أي بثوث أو في أي بحث أو في أي مكان سوى في برنامج سؤال بري. إذن أصبر وبعدها أصبر وأعطي المجال ولا يوجد لا رد لا دليل أبدا أطلاقا ونهاية. إذن بختام هذا الفيديو أقول للأخ الفاضل الأخ محمود أنت تقول أنه أنا دارس أصول دين
وأصول فقه ولدي معرفة، هو قال هكذا في مداخلات سابقة. نتمنى منك أنه أنت تلتزم بالحوار العلمي وتترك كلمة أصبر وتدخل بالموضوع بشكل مباشر وتترك مظلوميات موضوع أصبر أعطوني مجال، أصبر أعطيني وقت، أصبر أصبر أصبر. فنتمنى منك بما أنه أنت شخص صاحب علم، أتمنى أن تكون على القدر الكافي من العلمية. تقبلوا تحياتي بإختام الفيديو وفي أمان.